المخبز وركن الحلى، والمخبز في بندا، والمخبوزات في دونات محشية اللي هي قدامنا دي دونات محشية متنوعة، 5 حبات العلبة فيها 5 حبات زي كده، العلبة فيها 5 حبات اهي، دي نازلة من 10 ريال الى 8 ريال، 5 حبات الواحدة 25 جرام. دي اول حاجة كده هنشوفها. تاني حاجة بقى نشوف بقى ايه، البسكوت المصري المدور نازل عرض ب20 ريال، والطويل ب25 ريال من غير عرض، المعمول سواء البر او الابيض ب35 ريال من غير عرض، البيتي فور ب40 ريال من غير عرض، الغريبة 40 ريال من غير عرض، البقلاوة ب60 ريال، البسبوسة بالفستق ب31 ريال، البسبوسة السادة ب21 ريال. هنشوف بقى عروض الكيك. عروض الكيك نازل عرض على الكيك اللي هي بالكراميل، كيك الكراميل ب40 ريال. نشوف بقى أسعار الكيك من غير عروض، في اللي هي كيك الفراولة دي ب85، في كيك الغابة السوداء وكيك الغابة البيضاء ب50 ريال من غير عرض، كيك الشوكولاتة ب55 ريال، كيك اللي هو الأمراء ريد فليت اللي هي الأحمر دي ب40 ريال، في كيك الفواكه ب70 ريال من غير عرض، كيك الأمراء اللي هي قوس قزح دي ب40 ريال، في برضو كيك الشوكولاتة الأمراء ب40 ريال، كيك الجزر برضو ب40 ريال اللي عليها الجزر، في كيك هنا سادة، كيك زبدة سادة الحبة ب30 ريال اللي هي قدامنا دي. طبعا دي وهنا عروض البسكوت المصري المدور، هو عاملينه بقى على هيئة علب، ولكن الكيلو من 25 نازل 20 ريال. في كمان هنا، خلاص احنا شفنا ده، في برضو شوكولاتات هنا برضو، ولكن مش نازل عليها عروض، نازل عليها عروض، نازل عليها عروض. البيتي فور زي ما احنا شايفين، بيتي فور مشكل الامراء العلبة 425 جرام نازل من 35 ل20 ريال. بيتي فور في شابورة الامراء نص كيلو او 500 جرام نازلة من 10 ريال ل6 ريال، هي شابورة الامراء. في كروسان 10 قطع سادة نازل من 12 ل10، وفي كروسان بالجبنة 10 قطع نازل برضو 10 بدلا من 16 ريال. دي كل عروض الفرن والمخبز والحلويات في بندا. المخلل والزيتون، في مخلل مشكل يوناني ب10 ريال الكيلو، في اللي هو المخلل المشكل المصري من غير عرض ب12 ريال من غير عرض، وفي مخلل ليفت ب15 ريال من غير عرض، مخلل زيتون ب18 ريال من غير عرض. في العروض في مخلل مشكل برضو ب12 ريال، عرض ب12 ريال، في زيتون اسود اسباني، زيتون اسود اسباني الكيلو ب23 ريال، 23 ريال، في زيتون برضو زيتون الاسود والزيتون الاخضر، زيتون اسود وزيتون اخضر اسباني على 23 ريال، وفي الزيتون الزيتون مشوي، زيتون مشوي ب40 ريال، زيتون المشوي. وبعد كده بقى كله اسعار عادية من غير عروض. في عروض على المرتديلا، مرتديلا لحم بقري الفلة ب40 ريال الكيلو، مرتديلا لحم سيارة الكيلو ب39 ريال، اهو 39 ريال اللي هي سيارة بدلا من 50 ريال، شرائح ديك رومي مدخن 63 بدلا من 80 ريال، مرتديلا دجاج بالزيتون او سادة سينيورا الكيلو ب40 ريال، دي عروض المرتديلا. في عروض الجبنة، في عروض جبنة ايدام هولندية الكيلو ب35 ريال، في عروض على قشقوان داري، عرض على جبنة قشقوان داري كيلو ب57 ريال، في عرض حلو جدا اكثر من نصف السعر هتلاقوه كمان في اول البروشور على الجبنة، جبنة ايدام هولندية فريكو
نزل الكيلو ب34.90 هلله او 35 بدلا من 93 ريال، عرض حلو جدا اكثر من نصف السعر، وهتلاقوه في اول صفحه في البروشور. اول صفحه في البروشور في عرض على الجبنه الشيدر، جبنه شيدر حمراء الكيلو ب55، جبنه قشقوان السنبله 50 بدلا من 70 ريال، 50 بدلا من 70 ريال. في كمان هنا عروض على اللبنة، لبنة أولكر الكيلو ب30، في لبنة تركية داري الكيلو ب26، في لبنة بينار الكيلو ب25، الكيلو ب25، في عروض الجبنة، في جبنة دبل كريم هنجاري الكيلو ب20، وجبنة دبل كريم زينة 23 ريال. كل أنواع الجبنة اللي هي الدبل كريم دي ب23 ريال، الجبنة المصرية برضو ب23 ريال، الجبنة الموزاريلا اللي هي القوالب، جبنة موزاريلا القالب اللي هي السنبلة، السنبلة الكيلو نازل من 60 ل37 ريال. في حلواني إخوان نازلة ب33 بدلا من 50 ريال، اللي هي القوالب. في كمان فرسانة الكيلو ب37، الكيلو ب37. في زبدة إماراتية غير مملحة النص كيلو ب7 ريال، النص كيلو ب7 ريال بدلا من 10 ريال. في كمان لبنة برضو اللي هي المعلبة دي، لبنة أولكر دي تركية 2 كيلو، العلبة كلها ب75. اللبنة بينار برضو العلبة كلها ب65. موزاريلا في داري 1 كيلو ب30 ريال، داري ب30 ريال، برايد الواحد كيلو ب35، الواحد كيلو ب35 اللي هي برايد، نص كيلو ب28، النص كيلو ب28، يعني الكيلو احسن يعني. في بوك الواحد كيلو ولا 900 جرام ب32 بدلا من 54. في طبعا البريزدنت كل الانواع منها نازله هي ب26 او 27 ريال، ال 450 جرام. في البريزدنت اللي هي 200 جرام الاثنين حبه ب16 ريال، الاثنين حبه ب16 ريال. في نادك نص كيلو ب21.5 بدلا من 26. دي العروض اللي هي في الجبنه الموزاريلا. زبده في عرض حلو جدا على زبده غير مملحه لور باك الثلاث حبات، الواحده 100 جرام نازله من 24 ل 13 ريال، 24 نازله 13. في كمان اللي هي زبدة غير مملحة نادك 1 كيلو ب34 بدلا من 45، اللي هي 1 كيلو. في كيري زبدة غير مملحة كيري الخمس حبات نازلين من 45 ل20 ريال، اللي هي 100 جرام الخمس حبات. كريمة الطبخ المراعي اللي هي النص كيلو او 500 ملي نازلة من 17 ل10 ريال، كريمة الطبخ اللي هي المراعي 10 ريال بدلا من 17، 500 ملي. في كريمة الخفق اللي هي نادك، كريمة الطبخ اللي هي نادك 1 لتر ب20، وكريمة الخفق برضو نادك ب20. الطحنية المعلبة في حلاوة طحنية سادة الجميل 500 جرام، نازل عليها عرض من 24 ريال 75 هللة ل19 ريال 95 هللة. الجميل دي حلاوة سادة. في حلاوة طحنية بالفستق باندا 500 جرام، نزل عليها عرض من 24 ل15 ريال، من 24 نازلة 15 ريال. دي عروض الحلاوة الطحنية. في كمان عرض على النيوتيلا، عرض على النيوتيلا اللي هي حجمها كام 750 جرام، نزل عليها عرض من 40 ريال ل30 ريال، 750 جرام النيوتيلا. في كمان عرض على زبدة الفول السوداني، زبدة الفول السوداني اللي هي جودي 510 جرام، الواحدة نازلة من 22 ل13 ريال، عرض حصري لأعضاء الدبلس لو تشتري برقم الجوال. زبدة الفول السوداني اللي هي الناعمة اللي هي الغطا بتاعها أصفر دي، أو الخشنة اللي هي الغطا الأحمر. في كمان هنا زبدة الفول السوداني اللي هي العضوية 1+1 مجانا بدلا من 66، نازله 33 ريال، الحجم بتاعها كام 453. دي من المنتجات العضويه، منتج عضوي. السكر
السكر نازل عرض على اللي هو 13 كيلو، سكر الأسرة 13 كيلو ناعم أو خشن نازل ب50 ريال، 50 ريال بدلا من 67 ريال أو 49 ريال 95 هللة، اللي هو 13 كيلو، 13 كيلو 50 بدلا من 67 ريال الخشن أو الناعم. في كمان عرض على بديل السكر، بديل السكر اللي هو ستيفيانا، ستيفيانا اللي هو 250 جرام، 250 جرام العبوة اللي هي مكتوب عليها 100 عبوة، دي الباكت اللي هو مكتوب عليه 100 عبوة، ده نازل 1+1 30 بدلا من 60 ريال، 30 بدلا من 60 ريال. دي عروض السكر وبديل السكر. بديل السكر ده عرض حلو جدا وناس كتير واخده منه، وهو عرض حصري لاعضاء باندا بلس اللي هو تشتري برقم الجوال. الطحينه، عروض الطحينه، في عرض على طحينه باندا اللي هي نص كيلو اللي هي 500 جرام نزل عليها عرض من 21 ريال 95 هرله ل 13 ريال 95 هرله. طحينه باسم باندا من الانواع برضو الحلوه جدا، 500 جرام من 22 نازله 14 ريال. ده العرض اللي انا شايفه في الطحينه، مفيش عروض تاني على انواع تانيه من الطحينه، يعني ده العرض اللي احنا شايفينه دلوقتي. في كمان هنا حمص بالطحينه، حدائق كاليفورنيا العبوه 8 في 135 جرام نازل عرض من 26 ل 21.5، ده حمص بالطحينه. عروض القوية جدا عروض اكثر من نصف السعر على شراب مركز اللي هو تونو بطعم المانجو، بطعم المانجو عرض اكثر من نصف السعر، نزل من 19 ريال ل 4 ريال 95 هلة الحبة، 4 ريال 95 هلة، الحجم بتاعها 710 جرام والعرض ده قديله 3 اسابيع، يعني بنشوفه كل اسبوع دينا 3 اسابيع كده بينزل العرض ده. طبعا عرض يعني قوي جدا اكثر من نصف السعر. اقوى عروض العسل، في عسل ساري اللي هو 500 جرام نازل من 25 75 هللة ل 18 ريال 95 هللة اللي هي عبوة ضاغطة، عبوة ضاغطة. فنخلي بالنا في ساري عسل سدر ساري الواحدة 500 جرام نازل عليها عرض من 79 95 هللة او من 80 ل 60 ريال اللي هو عسل الغابة السوداء. في كمان من عروض العسل في الشفاء، عرض على الشفاء اللي هو 1 كيلو نزل عرض من 80 ريال ل 43 ريال، الشفاء 43 بدلا من 80 ريال. في عسل روضة النحل اللي هو 250 جرام نزل عليها عرض من 18 ل 16 ريال اللي هي روضة النحل. طبعا دي يعني اقوى العروض في العسل في بند. عروض البقوليات، في شركة تاكتات، تاكتات هنا في برضو المنتجات بتاعتها نازلة عروض، في عدس احمر هندي 2 كيلو نازل من 34 ل 20 ريال اللي هو 2 كيلو، كمان في الحمص، الحمص برضو 2 كيلو، الحمص هو 2 كيلو، حمص مقروش نزل من 26 ل 20، كمان السميد، السميد برضو تاكتات ال 2 كيلو نزل 20 بدلا من 28، في كمان العدس الاخضر، العدس الاخضر برضو نازل ال 2 كيلو نازل من 30 ل 20، كمان في الفاصوليا البيضاء ال 2 كيلو نازل عليها عرض من 32.5 ل 20 اللي هو ال 2 كيلو. منتجات اللي هي التاكتات اللي هي ال 2 كيلو نازل كلها ب 20 ريال، العدس والحمص والسميد والعدس الاخضر والفاصوليا البيضاء. البقوليات، في شركة مهباج، شركة مهباج عاملة عروض حلوة جدا، يعني في مثلا هيل اكسترا، هيل اكسترا جامبو الواحد كام 500 جرام نازل من 83 ل 41.5، عرض نصف السعر. في كمان هنا العدس، العدس البني نازل الاتنين حبة، يعني الاتنين كيلو الكيس كيلو، الاتنين حبة نازلين من 29 من 28 من 28 ل 11 ريال، عرض اكثر من نصف السعر.
كمان في العدس الاحمر نازل من 29.5 ل 11 ريال، يعني هما مثبتين العرض عند 11 ريال. العدس البني نازل من 28 ل 11، والعدس الاحمر نازل من 28.5 ل 11 برضو. وفي هنا فاصوليا، الفاصوليا البيضة دي برضو، الفاصوليا البيضة دي برضو الاتنين كيلو نازلين من 15.5 ل 11 ريال. الفاصوليا البيضاء جريش، جريش مطحون برضو الاتنين كيلو برضو ب11 بدلا من 22. في سميد ناعم برضو الاتنين كيلو ب11 بدلا من 17.5. السميد الناعم، في كمان في كمان برضو فول مجروش، فول مجروش نازل للاتنين كيلو من 22 ل 11 ريال. يعني منتجات حلوة جدا. في مهباج عامل الاتنين كيلو، او الاتنين كيلو كله نازل ب11 ريال كل المنتجات. في كمان هي الاحمر زينة 500 جرام نازل من 80 ل 45 ريال، من 80 ل 45 ريال. دي من عروض الهيل، عروض الهيل.